ضياء مزعله، ضياء مزعله، استغفر الله يا ربي، استغفر الله يا ربي. اجت العطله وابتدينا كالعاده 24 ساعه نايمين مثل الحيوانات. وينكم؟ ما مليتوا من النوم؟ قعدوا شوفوا حياتكم، نوم نوم نوم. دا احجي نفسي اني اروح اشوفهم احسن. نعل على غيرتك، شنو هالبهدله والخربطه؟ طب الغرفه انسان لو زريبه مال الحيوانات، ابد مين رادون الولد، جايفين ومعفنين. يلا قوم استاذ ضياء، صار العصر، ليش وقت تبقى نايم؟ هاي العطله الغضب، لو رجعون الدوام ارحم. يلا قوم لا تشلع قلبي. وجع، ما تقوم تنبل مال النوم. يلا شلون ويا هذا؟ اوقف اللي ارجع بالعطر. اوه ايش فيك يوم؟ خلينا ننام نشبع من النوم، خاطر الله ما شايفين النوم بس بالعطله. خطيه مو انت بالدوام قطعها الوقت كله تدرس ما تنام، مسكين اللي سمعك يصدق. انشب قوم يلا، مو زين النوم هوايه، اقعد عاد. اوي ان قعدت وان ما قعدت طبك مرض، اروح اقعد ذيك المهجومه احسن. انهجم بيتي، نايمة وبقي الصوبة مشتغلة، تريد تحرقنا هالبنية. صدق البنات لا أباليات وعديمات المسؤولية. قومي انت الله خانم، كافي نوم، كان فاده للقبور. ما كفاش نوم من البارحة لي هسه؟ من جتي علينا هاي العطلة؟ يلا ما قلت مأمئك، ما تقعدين عاد، بس نوم حالك حال الميتة. عاجبك هاي الوضعية؟ ولا يمهم، دربالت صرصر فوقات صرصر. ها؟ ها؟ وينه؟ يما صرصر. اوه اوه ماما كل شي ماكو، تكذبين علي، عوفيني انام شوية حتى بالعطلة ما نرتاح، تعبانة. حقك مو انتي بالايام العادية بس تدرسين وتشتغلين بالبيت، الله يساعدك. السنة كلها تطب وتطلع مقضيت لي اياها نوم، ما فرحت لي بس بهاي الشغلة. ظلي لا تقعدين ابد، ما تصيركم شارة انتي واخوك، عابدين النوم عبادة، خبلتوني. يا الله شو ماكو احد؟ وينكم؟ اي اجى ابوكم، ما علي اني بعد، هو يجي قعدكم، خل اشوف، شلون ما تقعدون الا تركضون مثل الفاره؟ الله يساعدك، هلا عيني ابو ضياء، الله جابك، ترضاها؟ الجهاله قاعد بيهم من الصبح لهسه ما يقعدون نايمين، ما يصير هيك يقضون العطله، مو وضعي هاي، احكي عليهم. هدي يا مره، على كيفك، هسه يقعدون غصبا عليهم، هذا النوم والكسل ابد ما احبه، وينهم؟ ضياء ايش عندك نايم لهيك وقت؟ اقعد لا قومك شلالك مثل بالعسكريه، عطله مو عطله بعد تقعد من الصبح رجال انت. يلا قوم قدامي. قاعد يابا انا متمدد بالفراش، هسه راح اقوم صار، ما يخلون ننام، عباك عندهم عداوه ويانا. مزعله؟ شنو هالنوم الهوايه؟ مريضه انت؟ قومي لا تزعليني منك، صيري نشيطه وقعدي مثل ابوك من الصبح، يلا منتظرك. اي قعدت بابا، راح اقوم تدلل. خلص من امي يجيني ابوي، عفونا ننام، لو تغارون من عندنا لازم ما تنامون بقتنا، حتى بالعطله الصغيره لاحقينه. اوف يا ربي اوف. هاي كل عطله هيك ما يتغيرون، صار وقت الغداء، العالم تبدي تتغدى هسه، وذول الافنديه نايمين ولا وجبه ماكلين لحد الان. يلا ايش وقت الشرفون بعد؟ هم خطيه ذولا، كان عندهم دراسه وامتحانات مخبوصين خبص، على كيفك وياهم. هلا وهلا وخوش بكيوت، شنو على كيف وياهم؟ ما تشوفهم؟ اذا نعوفهم نايمين يظنون ثاني يوم عادي ما عندهم اشكال، وما ياكلون ويتمرضون ويقعون برقبتنا. لا لا ذولا طالع عينهم، انا اعلمهم. يلا جهال تعال بسرعه ناكل سوا. خبصوا الدنيا راح يخربون العطله علينا. اي يابا اي يوم دا غسل هسه جيت. شكد حلو لو واحد يقعد من كيفه بالعطله، وشكد حلو لو عائلتنا تحس بينا شويه، احنا بالعطله مو بالدوام. بس نغسل وننزل. ما تاكلون تستحون؟ لو ما تشتهون هذا اللي يقعد متاخر، ان شاء الله هذا هو ريوق، هو غدا سوى مو؟ عافيه منا نهايه العطله صايرين عود مال ماسحات، دشوف ابو ضياء. سمعوني زين، بعد تقعدون من الصبح واهم شي تتريقون، انت مزعله استعدين امك بالبيت، وانت تجي وياي بعد للشغل. ترى استعمل وياكم غير اسلوب ما يعجبكم. لاحس نفسي مسوي جريمه، ما نايم للظهر ما ماكل. حاضر يابا، شو تريد يصير؟ خو بنتي ماما ابد ما تحبين تحنشين بابا علينا، شكرا. تدلل بابا بعد اقعد الساعه 7 الصبح واتريق حتى ترتاحون.
لما تحكي وياهم يعرفون بحالنا بالعطله لو بس علي تطلع لسانك. الله انشبي لا يضغطونا كتير، خلينا ساترين على نفسنا، احنا الغلطانين. عفي بابو ضياء حودهم هيجي، هذا زوجي اللي عرفه. الو هلا اختي ام احمد، مشتاقين. الحمد لله، وانت شلونك؟ دوم الله يسلمك. الجهال زينين، خلصوا امتحانات الحمد لله. اشبية اجت العطلة وجت مصايبها وياها، بعدها مبادية على السريع ركضوا لي على النوم والاكل واللعب والتليفون. اوه تعال شوف حالي ايش صاير بي، ما يقولون امي ايش بيها ما بيها ايش محتاجة. ام ضياء سوي لنا فد كلاس شاي طيب من ايدك الطيبة يا طيبة. هاك استلمي، كلهم عندهم عطلة الا اني 24 ساعة اشتغل بالبيت مثل المصرعة. تدلل عيني، هسه اقوم اسوي لك شاي واجيب لك اياه. اي حبي وين كني؟ الف رحمه على والديك. هذا ابني يا ام احمد قاعد على حاسبه دي يلعب، تقول زعطوط، من تجي العطله ما نشوفهم بعد، ينثولون ما يعرفون شي يسوون. يوم صدق كذب، شلون ما نلعب عطله واحد يقعد ويسكت؟ هاي العطله يا ام احمد الواحد يقعد ويا اهله يسولف وياهم، يصلي يتعلم له شغله، مو يضيع الوقت هيجي، مو شو تقولين؟ اي اوقفي اوقفي ثواني احكي. هلا وخاله شلونك؟ هاي العطله اجتي دلل بيها امك، اشتغلوا لها بالبيت، شو تريد تسوي لها بدل ما تلعب بالحاسبه؟ العب وياها. الله يحفظك. ايش قد ظريفه. ان شاء الله ان شاء الله خاله وصلت الفكره. شلون اطب لها هسه من التليفون؟ هاي بنتي ام احمد الاخ ابنها يا شاب عليها الاعتماد، اللي بقدها مزوجات ومخلفات، اجت العطله وقعدت بغرفتها لا شغله ولا عمله، تقعد تبع مسلسلات من الصبح لحد ما تنام وناسي حتى اهلها. ماما المسلسلات المن مسويها للحايط غير احنا نتفرج عليها؟ عفي على اساس يومي ما تبعي مسلسله. المفروض يا ام احمد البنيه بالعطله تجي لامها تقول ايش محتاجه ما محتاجه، تصلي تقرا قران تسوي اكل، مو هيجي الاجهزه خبلتهم. عاشتيدك صحيح. اوكي خلي تسمعك. ها خاله شلونك؟ كون بالعطله ما تخلين امك تشتغل اي شيء، صيري صديقتها باكر عقبه تحتاجها مثل الزوجين. حبيبتي. اوه ماما هسه وكنت تحكي لك كل شيء. شكرا خاله على نصيحتك، خليها الك، تروحي واني بالقوه طايقه نفسي. الجهال وينهم؟ شو مختفين؟ ايش دي يسوون؟ من بدت العطله لحد الان لا دا اشوفهم ولا دا اعرف اخبارهم، علمي من علمك، تقول مو انا عايشين نفس البيت، خبلتهم العطله. ضياء مزعله، تعالوا شويه دا نشوفكم نسولف وياكم، بالغرفه دا بدل راح اطلع ويا اصدقائي، خاف هم ما تقبلون. بغرفتي انا موجوده عندي شغل، دا اسوي تسريح الشعري. ولكم ابوكم منصحكم تنزلون بسرعه تبسيزيه، هاي اضرار العطله. ما يقدرون يعرفون شوي نتونس بالعطله يذوجون. اجيت. تعالي مزعله مزعله. ها ماما صحتيني؟ عوفي كل شيء بيدك وخلي ننظف البيت من فوق لجوا، نسوي حمله شعبيه تعزيله للبيت، ما دام ما عندك دراسه وقاعده بالبيت عطله، شنو حشتك بعد؟ هاي صحتيني على مود هاي؟ عبالي مشتريت لي شيء راح تطلعيني المكان، ايش بي البيت يخبل كل شيء ما بي، لو تموتين اذا ما تنظفين يصير بيك شيء. سهله تدللين، كملي والله كريم، يلا ابدي نظفي غرفكم ولمعيها والحمامات هم، ونظفي الدرج وصعدي للبيتونه، ومن تخلصين نزلي نظفي الطابق الاول، ايش عندك احسن ما قاعده؟ وانا حبدي اشلع البردات اغسلهن وراها اركب لكم، خل نستغل العطله زين. اي صحيح، من بيض ديش تدلليني؟ هي كل شيء ما تشتغل الذبه كل شيء براسي، هسه وقت التنظيف العالم طلعت تتونس بالعطله وانا اشتغل. رب حظ. Thank you.
خاطروا نفسكم، اصلي واخلص وراها نروح البيت جدكم، ما دام اليوم خميس وانتم عطلين ما عندكم شيء، نروح نشوفهم صاروا هواي ما شايفينه، هم تغيرون جو هناك. هي هاي التايهات يا ام ضياء، ناقصني اشوف وجوههم واتحمل حكيهم. ها هي يا رجال، نروح بس كون فدوى نرجع من وقت عندي شغل. يا بي ما لقيت غير مكان نروح له حتى بالعطله، مو قبل فتره كنا يمهم، ايش قد تحبهم؟ بابا بدل ما طلعنا بالعطله المكان مودينا البيت جدو ما شايفيهم، حتى وجوههم حفظناها. يا الله ايش قد بطيئين غير يكملون. يلا انا كملت، خلصوا بسرعه حتى نروح نرجع من وقت. طالع قبلكم منتظركم بالسياره. شلون يخلص بسرعه ما ادري. تمام روح هسه جايين وراك ما نطول. ما اريد اروح وياهم، اريد اروح لغير مكان، والله راح اطق. بيت جدي جايكم نتونس يمكم بالعطله، جايكم. هوب الباب على كيفك وياه، شو مسويت لك؟ قاتله ابوك؟ ايش بيك ضايجه؟ ترى هسه انزلك ما تجين وياني. على واق بابا والله اسوي فضل هسه انزل. يمه يا ستار يا ربي، ايش بيك قال ابوك اكو ساكت؟ طابق جني؟ اعوذ من الشيطان، اعوذ من الشيطان. ها يا بعد نتوكل؟ افلح من صلى على محمد والي محمد. الله مصلي على محمد والي محمد، وعجل فرجه وانعى عدوه. الله مصلي على محمد والي محمد، يا رب خلصني من اهلي. شلونكم جدو احبائي؟ شلون جاوبتوا بالامتحانات؟ زينين؟ تونستوا بالعطله؟ لا هلا بجهال ابني الحلوين، لا تخاف عليهم، ذولا ابطال يطلعون دائما من الاوائل. الحمد لله طالعين على ابوهم مو على امهم. الحمد لله خلصوا من الامتحانات وارتاحوا، واحنا هم مرتاحين من دوختهم. اول ما كملوا عدلوا قبل قلت لهم نروح نشوف بيت جدكم اولى من الطلعه والدياحه بالعطله. الف الف الحمد لله خلصوا امتحاناتهم على خير، كل فضل دعائي ومداراتي الهم بالاكل، واقعد اسهر الليالي وياهم وقريهم، ان شاء الله يبيضون وجوهنا ويرفعون راسنا. خطيه ذولا، هاي الامتحانات والله دمرتهم، لعبت بهم فلك. مسكينه بنتي تكرمون حتى من الطب للحمام تاخذ كتابها وياها وتقرا بعد طالب السادس. ان شاء الله بنتي طلعنا طب وصيدله ورائده فضاء وطياره، وتفرحنا وتضوج الحاقدين والشامتين والغيورين. امين يا ربي امين. روحي بنتي اقري ما حد يفيدك، قومي حتى لو عندك عطله. يلا اوقفي ماما، حتى الحكي حرام علينا، واذا طالب السادس وان طلعتوا ما طلعتوا بالعطله احكولي. اوه الكوما ما كن طلعنا مين عدنا؟ اذا قلت شاهن هسه منا الباكر ما يخلصن. خليني ساكت. والله رحنا الجسر المالديف والبرج ايفل وللقصر الابيض، وبعد كوما اكو اماكن بس نسيتهن. الحمد لله والشكر كلش متونسين احنا بالعطله. ان شاء الله ابو ياسين، يلا منتظركم انا بالبيت قاعد. الله وياك الله وياك. بابا حباب راح تخلص العطله واحنا ما طالعين ابد، خلنا نطلع للمطعم للمول المتنزه لاي مكان على وجه الكره الارضيه، المهم نتونس. بنتي هم حقك تريدين تطلعين، بس ابوك مشغول هسه راح يجوا اصدقاء عنده شغل يطلع، خليه على غير مره، وعد اطلعك وين ما تريدين. طلعت ابد ما تحبني بابا، هاي كل مره طلعك وطلعك وكل شيء ماكو احد ما اموت. زين حباب صديقتي راح تطلع ويا عائلتها كلهم، خل اروح وياهم. لا بنتي ماكو هذا الحكي، ما يصير، روحي على امك خلي هي تطلعك، تمام؟ حتى هيك عطله ما اريد كرهتها. ماما بابا قال قولي لامك خل تطلعك وين ما تريدين، عليك الله راح تخلص العطله وكل شيء مفتهم منها، ولا شفنا شيء بيها ولا تونسنا بيها، والله حرام. اي يابا شلون شفتين احب الطلعه والطبه؟ وفارغه ما عندي شيء اقعد افر بيج، هو انا مريه مريضه تعبانه ما بي حيل اتحرك منا لهنا، كل من وراكم انتو تعبتوني هلكتوني، رجعي لابوك خل هو يطلعك. انتي وبابا واحد يذبح على الاخ، انا صدق جيت حكيت وياكم، اثنينكم ما تطلعونه، شلون اهل؟ شوف العالم شلون يدارون اولادهم بالعطله مثلنا، 24 ساعه ما نطلع حتى بالعطله، الله اكبر، الله اكبر. كافي نص تليفونك طفيه ريد النوم، لا افلشج، هو انا بالقوده عد النوم تبي نروح العطله، يلا. افتهمت ايه راح انصيه، روح منا يلا، ايش قد مكروه. يمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزل عزاج هاي قاعده لهيج وقت
قلبك راح يوقف من السهر. مليتي العطلة كلها تسهرين للصبح، قومي نامي عذي نومك من هسه، ما بقى شي دوامكم بعد يومين. ماما عافية ما عليك بي، على الأقل ونس نفسي بنفسي، أهلي ما داري لي بال بالعطلة، حابسينه بالبيت، معقدين ناس من زمن عثمان لي، لو أموت لو أنشل لو أنجلط لا تدخلين بيها بعد، وخدت بقنومتي مخربطة وما داوم بعد وخل أرسب وشي يصير خل يصير طفع الكيل بعد. شنو هالصوت؟ قعدتونا من النوم؟ شو وقت تخلص هاي العطلة بعد؟ الكل تنام بسرعة ما يريد أحد يبقى قاعد.